أسماء أشهر وأجمل ثلاث أماكن تاريخية في الجزائر ظهرت في الخريطة الجديدة لكوكب المريخ التي اعتمدتها مؤخرا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وقد جاء ذلك على خلفية وجود تشابه كبير بين التكوين الجيولوجي لهذه الأماكن التي يقع اثنان منها في قلب الصحراء الجزائرية، والتكوينات الجيولوجية الرسوبية المكتشفة حديثا على سطح الكوكب الأحمر. فما هي هذه الأماكن الجزائرية التاريخية الفريدة؟ ومن وراء اعتماد أسمائها على الخريطة الجديدة لكوكب المريخ؟ وهل تشبه هذه الأماكن الجزائرية الكوكب الأحمر حقا؟ تابع للنهاية لمعرفة تفاصيل وأسرار مهمة. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. أما الأماكن التاريخية الثلاث فهي: أولا الحظيرة التاريخية تاصيل نجر، والتي تصنف باعتبارها المتنزه الوطني الأكبر بالجزائر وأحد أهم المعالم التاريخية العالمية وفقا للمنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم يونسكو. موقعها بالقرب من جانت بولاية إليزي في الجنوب الجزائري، مساحتها نحو 138,000 كيلو متر مربع، وتشمل جزء كبير من سلسلة جبال تاصيل نجر والكثبان الرملية في عرق أدمر وجبال تدرارت الحمراء. سكنها البشر منذ أكثر من 6,000 سنة قبل الميلاد، وأقاموا بها حضارة عريقة تشهد عليها الأطلال العجيبة التي ما زالت قائمة إلى الآن، وتتمثل في مجموعات من الكهوف ونقوش جدارية ومنحوتات صخرية يتجاوز عددها 15,000. ثانيا الحظيرة الوطنية في جرجرة بأقصى الشمال الجزائري، والتي تبعد عن العاصمة الجزائرية بنحو 150 كيلو مترا، وهي ممتدة في المنحدر الشمالي لولاية تيزي ووزو، وكذلك في جزء من المنحدر الجنوبي لولاية البويرة، وقد تم تصنيفها كمحمية طبيعية عالمية نظرا لاحتوائها على مجموعات كبيرة من المعالم الطبيعية الفريدة والآثار التاريخية النادرة التي يأتيها آلاف السياح من كل حدب وصوب للاستمتاع بالتزلج على قمامها شتاء، والتجول في غاباتها العجيبة التي تضم أنواع فريدة من النباتات والشجيرات المهددة بالانقراض، وكذلك مشاهدة كهوفها وخوانقها وتكويناتها الجيولوجية الغامضة والبحيرات التي تفيض مياهها بشكل مثير ومدهش، ومنها بحيرة أكفادو التي تعتبر أعلى بحيرة في إفريقيا، حيث تتواجد على ارتفاع 1667 مترا. ثالثا مدينة غوف التاريخية التي شبهها البعض بمنطقة الروكي الجنوبية في ولاية كولورادو الأمريكية، وما هي كذلك فهي شبيهة نفسها وفقط. موقعها بعاصمة الأوراس بتنا إلى الجنوب الشرقي من الجزائر العاصمة بنحو 600 كيلو متر، وأجمل وأشهر ما فيها شرفاتها التي تحتضنها تلة متدرجة يتراوح ارتفاعها ما بين 500 و1200 متر. أسفلها وادي إغزر أملال الذي يصنف بأنه من أجمل الأودية في العالم، وفيه تجود زراعة الأشجار المثمرة وترتفع عامات النخيل المزدانة بأصابع الضوء. وأغرب ما يميز شرفات غوفي مغاراتها وبيوتها الكهفية المعلقة المنحوتة في المرتفعات الصخرية على ضفتي الوادي، والتي يعود تاريخها إلى قرون عديدة خلت. إنها بحق أعجوبة هندسية لا مثيل لها،
ومن عجائب هذه البيوت أنها مكيفة بشكل طبيعي، حيث أن جدرانها وسقوفها عازلة للحرارة صيفا، بينما تستمد الدفء شتاء من مواقد ذات مداخن مصممة في زوايا البيوت، بحيث تسمح للدخان بالخروج والاحتفاظ بالحرارة في الأعمدة الملتصقة والجدران والأسقف. لقد أطلقت أسماء هذه المعالم التاريخية الأشهر في الجزائر والتي تتسم بالطبيعة الخلابة والتنوع البيولوجي الفريد على مواقع مميزة بالقرب من فوهة جزيره الغامضة على سطح الكوكب الأحمر، والتي يرى فيها غير واحد من كبار علماء ناسا أنها قد تحتوي على بصمات لوجود حياة خارج كوكب الأرض. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل إلى عالم الجيوفيزياء الجزائري المهاجر نور الدين ملكيشي، الذي ينشط لدى ناسا في مجال التحليل الطيفي اللازري الذري والجزيئي. وفي معرض حديثه عن هذا الإنجاز الاستثنائي، قال السيد صبري بوقدوم سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية إن هذا الاعتراف بتسجيل حظائرنا الوطنية في خريطة المريخ مصدر فخر واعتزاز لنا، فهو يرمز إلى تنوع فريد لإرث ثقافي لا يقدر بثمن، وجب علينا جميعا حمايته والافتخار به والحفاظ عليه للأجيال القادمة. ويقول بروفيسور ملكيشي إن حظائرنا الوطنية هي أكثر من مجرد أماكن طبيعية جميلة، كونها تجسد ذاكرتنا الجماعية وتعكس تماما غنى هويتنا الوطنية، وقد جاء إدراجها في خريطة كوكب المريخ تكريما للتاريخ العريق والحضارة الثرية للجزائر. ويضيف: من المنظور العلمي فإن ثمة تشابه مثير للاهتمام بين الصحراء الجزائرية والكوكب الأحمر، خاصة من حيث التكوينات الجيولوجية التي ظهرت في مشاهد التقطتها المركبات الفضائية لسطح المريخ. وهذه المقارنة لها أبعاد علمية مهمة، حيث تستخدم بعض المناطق الصحراوية لاختبار المعدات والتقنيات التي يعول عليها في الأنشطة الاستكشافية المريخية نظرا لتشابه الظروف البيئية بينهما. وهذا من شأنه فتح آفاق جديدة أمام الباحثين الجزائريين لكي يكون لهم دور في إنجاز المشاريع الاستكشافية بالفضاء الخارجي. هنيئا للجزائر بالعقول النيرة لأبنائها الذين يحلقون بوطنهم وينقلون صيت المعالم الجزائرية الفريدة والثرية إلى آفاق العالمية. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.